تاني لدرس الحياة الدينية لكل إقليم معبود. يعني إيه معبود؟ يعني إله. كان زمان بياخدوا الإلهة دول من الطبيعة، في ناس تعبد صقر، في ناس تعبد رع، في ناس تعبد النيل. طيب مين الغاية لما جه واحد اسمه أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون، قال لك لا ده في واحد بيطلع الشمس لكن أنا مش عارف مين، فقال ايه هاخد اتون اله الشمس اله واحد. يبقى كان عندي عقيدة التوحيد عن طريق اخناتون أمنحتب الرابع. في عقيدة البعث والخلود، يحيى الانسان بعد الموت، يعني بيعمل ايه؟ قالك كان بيحط اكله وشربه ولبس مع مع المقبرة الملك عشان الملك فاكر ان هو هيقوم ويعيش تاني، وده كان اعتقاد خاطئ. وكانوا شاطرين جدا جدا كده القدماء المصريين في عقيدة التحنيط اللي هي حفظ الجسم سليما لفترات طويلة، حتى لدرجة العلم الحديث ما يعرفش ايه طبيعة المادة اللي كانوا بيحنطوا بيها. في عقيدة تانية اسمها عقيدة الحساب بعد الموت، كان يعاقب الشرير ويجازي العمل الطيب. شكرا.